كمان معانا نجم تسعينيات الشعر الكبير بهاء الدين محمد. مساء الخير استاذ بهاء. مساء النور. اهم الكواليس واهم الاغاني اللي علمت مع الناس وكتبتها في التسعينيات كانت ايه؟ لا، اولا احنا تعازينا طبعا للشركه المتحده اكيد في رجالها، والله يرحمهم ويغفر لهم ويعفو عنهم ويصبر اهليهم يا رب. خبر ما كانش حلو يعني خالص، بس ده قدر قضاء طبعا. تعزينا طبعا لكل الفقداء اللي تم طبعا استشهادهم النهارده على الطريق، واحنا بنعزي نفسنا كمان، كانوا من الشخصيات المهمه جدا. طبعا طبعا عايزين طبعا نفتكر مع بعض اهم نجوم التسعينيات، وهي طبعا هشام عباس. اهم حاجه طبعا ان احنا المهرجان نفسه، قيمه المهرجان أكيد. ده لان ده مهرجان جغرافي كمان، يعني اللي فكر في الموضوع نفسه محسوب له ويشكر عليه، لأنه هو فعلا أسقط الضوء على العالمين وأسقط الضوء على بعض الفنانين اللي فعلا ليهم يستاهلوا أن هم يكونوا في مكان كويس. بمناسبة الحديث عن المهرجان أستاذ بهاء، وجود حفلة كبيرة زي حفلة التسعينيات داخل المهرجان بيمثل إيه لحضرتك ولكل نجوم التسعينيات أيضا؟ أولا جماهير نجوم التسعينات دولت يستاهلوا الحفلة دي أكيد طبعا، خلاص. وغير أن هم النجوم نفسهم بتوع التسعينات دولت هم كانوا مسيطرين على كل حاجة، منهم إيهاب توفيق طبعا، عامل له عدى الليل وتترجى فيا وأعمال كتيرة، خالد عجاج في ناس بتحب تقول كل حاجة وأصعب حب برضو أعمال كتيرة برضو، هشام عباس عمال يحكي لي عنها أكيد. محمد فؤاد يا ناسي روحي، والناس دي كلها كل واحد له طعم ولون وحقق نتائج وتحط في التاريخ باحترام اكيد، ولينا كلنا ذكريات مع اغانيهم ولسه مستمره لحد دلوقتي. بيطلقوا على حضرتك جراح الاغاني وجراح شاعر الاغاني المميزه، جراح المشاعر، فمنين جه الاسم ده وليه اطلقوا عليك الاسم ده؟ والله اشكرك يا فاطمه، واشكر طبعا كل اللي فكر في هذا الاسم، ولكن هي في تفاصيل في المشاعر. المشاعر بيتم رصدها، انا بشوف كويس، بشوف تفاصيل المشاعر، بشوف الناس بتحب ازاي وبتتحب ازاي، تفاصيل العلاقات نفسها، فانا بهتميت بالتفاصيل، فشبهوني بالجراح لان الجراح بيهتم بدقه بكل تفصيله، يعني حتى في شغلي مع عمرو دياب يمكن جماهيره حافظين كل التاريخ من اوله، وهي عامل الوقت وتنسى واحده ويدق الباب ويا حبيبي لا، وبكل فتره الاقي اغنيه من الاغاني بتبتدي يتناولها الجماهير رغم انها عدت عليها حاجه و20 سنه زي تترجى فيا مثلا. طبعا. فاصعب حب، يعني في علامات كده ايه بتتساب، عشان كده سموني الاسماء دي. يمكن كمان عشان حضرتك بتهتم ان تكون الاغنيه فيها قصه. القصص دي كانت بتجي لك ازاي؟ لا، هي بتبقى فكره. الفكره نفسها، وساعات بيبقى سيناريو وساعات بيبقى حوار. زي مثلا بعت لي نظره انا قلت دي عباره عن سيناريو، ما جابش سيرتي العظيمه حوار. انغام طبعا. اكتب لك تعهد حوار. ازاي؟ كل غنوه بيبقى ليها تفاصيلها، عمال يحكي لي عنها بتاع هشام عباس دي اساسا يعتبر حوار. الحوار ده بيجي لحضرتك منين؟ هل بشوف الحاجات دي في الحياه اللي احنا بنعيشها؟ شفت انا بشوفها طبعا. شفت القصه دي حقيقيه ولا هي من وحي الخيال؟ لا، هم انا معظمهم بشوفهم في الواقع، لان انا وانا ماشي كده بتتنقل لي الداتا من الناس. يعني بعرف لو اتنين قاعدين قدامي بعرف الحكايه بينهم ايه، وبعرف جايه منين ورايحه فين، فخلاص علمت نفسي ان احساسي يشوف. فبقيت اشوف العلاقات، بشوف اللي حواليا نفسهم، لو حد اتكلم بخش على الفيسبوك، ممكن اخش كده على السوشيال ميديا كلها اعرف حركه المشاعر شكلها ايه دلوقتي. بتتابع اول باول السوشيال ميديا دلوقتي لعمرو دياب مثلا، فكانت مدروسه بدراسه رهيبه. علشان الاغنيه دي مهمه، عشان في 60 70% من المجتمع سناجل بالتاكيد، ولازم اعلي طاقتهم. زائد انه كنجم عمرو دياب لازم يرجع سنجل للناس، وعشان جماهير اي مطرب بيتمنوا يبقى سنجل. اكيد. استاذ بهاء، ايه اكتر اغنيه خدت منك شغل كبير جدا وحسيت ان هي فعلا تعبتك شويه في الكتابه؟ لا، انا بتعب الكلام، مش الكلام اللي بيتعب. اكيد طبعا. يعني الكلام نفسه بيفضل قاعد كده يقول لي والنبي خدني. لا، لان انا بدور على ايه؟ مش بدور على الكلام، بدور على معنى.
فمش بيتعبني، بالعكس انا لما بتعب بفرح. ليه؟ عشان لما بتعب بطلع معنى. بطلع معنى هيسعد الناس اكيد، وفي نفس الوقت هقول حاجه هم مش عارفين يقولوها. زي مثلا لما قلت في اغنيه لعمرو بالايام اللي فاتت دي كانت منتشره جامد جدا، لما كنت بقول بقصد كلامي طول يمكن تقول حاجه اسمعها اصفالك، مشاهد ما تمش رصدها فانا برصدها. فاغنيه زي ترجى فيا لما اتغنت اتكسرت الدنيا، كسرت الدنيا. كل ما بتتغنى على المسرح كانها لسه نازله النهارده. اكيد. فده مهم جدا. في ناس دي تفاصيل المجتمع. اصعب حب دي حاجه كان خالد عجيج انا اخدته كانه ايه؟ بيغني حاجه ملوش دعوه بيها، يعني في ناس بتحب تاخد كل حاجه. اصعب حب لما تلاقي مش لما الاقي. في تفاصيل كده ما حدش يعرفها، هي دي سر المهنه بقى. استاذ بهاء، كنا لسه بنتكلم مع استاذ احمد شتا وكان بيقول انا كنت ببقى عارف الاغنيه دي هتكسر الدنيا، الاغنيه دي يعني الجمهور كلها هيحبها. هل وحضرتك بتكتب الاغنيه بتبقى حاسس ده برضو؟ اولا تحيه لاحمد شتا لانه راجل شاعر جميل وانسان جميل جدا وانسايب طيب جدا، من الناس الطيبين في الوسط بتاعنا. انا ببقى عارف طبعا الاغنيه دي رايحه فين، وفيها اغاني كتير قوي تحديت فيها وطلعت كسبان، لان انا حاسس بالناس اكتر. يمكن النجم بيبقى بعيد عن الناس وممكن يكون حواليه ناس بيضلوه، مش فاهمين الموضوع، مش فاهم الموضوع. فلازم اكون انا، لان ما عندناش شركه اللي هو دلوقتي حالا بفكر فيها ان انا اعمل كيان خلاص يعمل يساعد النجوم على ايه، على التخطيط، وانه يقول ايه وما يقولش ايه ويطلع برامج ايه وما يطلعش دايما كنا بنتكلم على فكره صناعه نجم. ده مش عندنا. انا بقى بعمله بس في الخلفيه. يعني بساعد في الحته دي. يعني زي لما الكل يصارعني ان تترجى فيا ما تنزلش، وانا اصر على انها تنزل. انا كنت بمارس ديكتاتوريتي ساعتها وانا بمارسها دلوقتي بقى. كنت بتلاقي مثلا تناقض او تضارب في الاراء ما بينك وبين المغني، تقول له لا انا عايز دي وهو يقول عايز دي في اغنيه ثانيه؟ بيحصل كده، بس عشان احتراما ليا بيسمعوا الكلام فبننجح. بتبقوا ضامنين النجاح مع بعض، هو خلاص بيسيب نفسه معاك. وجهه نظر، اصل دي وجهه نظر لازم تحترم. ليه؟ طالما انا فاهم يبقى لازم اللي قدامي يسمع كلامي. ليه؟ عشان انا كل همي في ايه؟ ان هو ينجح. ونجاحه من نجاحك برضو اكيد. فلما تبص كده تلاقي مثلا خمس ست اغاني، لو النهارده اصعب حب وفي ناس وتترجى فيا وعدى الليل ويا ناسي روحي وعمال يحكي لي عنها، هتلاقيهم اغاني نورت. أكيد. موجوده وما زالت موجوده. اذا مين اللي صح؟ اللي اصر على ان الاغاني دي تنزل بالشكل ده. اكيد. اشكرك شكرا جزيلا استاذ بهاء الدين محمد الشاعر الكبير. انا انبسطت جدا ان حضرتك كنت معانا النهارده ونورتنا جدا في البرنامج.